من النمسا ينضم إلينا الآن عبر سكايب السيد منذر مرعي أبو زيد، أمين عام سر اتحاد النمساويين العرب في النمسا وعضو المجلس الوطني الفلسطيني. سيد منذر، مساء الخير. مساء الخير إليك مشاهدينا الكرام، من زفة لشهداء فلسطين ولشهداء الثورة. أهلا بك سيد منذر، يعني في الخلفية نسمع من حولك الأصوات تنادي بالحرية لفلسطين، تقول فري فري باليستاين. على مدار الأشهر الثلاثة الماضية تتواصل هذه التظاهرات، يعني بحب بداية سيد منذر أن تحدثنا أكثر عما يجري حولك الآن. الآن أختي العزيزة، نحن في تظاهرة منظمة من قبل العديد من المؤسسات الفلسطينية والنمساوية. هذه الظاهرة جاءت طبعا تضامنا كمان مع أو شكرا لجنوب أفريقيا، وتضامنا مع أهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة. طبعا فيينا والنمسا معروف هي من أوائل الدول التي قامت في تنظيم تظاهرات مؤيدة لفلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني. وبحب يعني أرسل الكاميرا على الحشود الرائعة لهذه التظاهرة، مظاهرة ضخمة جدا لامتداد الشارع لتحت. طبعا احنا في الجاليه الفلسطينيه في النمسا وابناء الجاليه العربيه والمسلمه ومناصرين الحريه كلنا نقف دعم واسناد لاهلنا في قطاع غزه الحبيب وفي جنين ونابلس وطول كرم وكل الوطن الفلسطيني. نحن في الشتات نزف رسائل ونرسل رسائل دائما لاهالينا ولاحبائنا في فلسطين انه نحن معكم ولن ننسى وسنبقى نناضل من اجل تقديم هؤلاء المجرمين الى العدل والى المحكمه. هذا يعني امر احنا دائما بنشتغل عليه، اذا كان على الصعيد القانوني او على الصعيد الشعبوي أو الشعبي. نعم سيد منذر، يعني بالتأكيد يعني نحن نشاهد في خلفية الصورة مشاركين ويعني مشاركين فلسطينيين وعرب من المقيمين في النمسا ويحملون جنسيتها، ويعني نتساءل اليوم حول مشاركة أيضا المناصرين النمساويين لكم في مثل هذه الفعاليات، لا سيما وأن النمسا واحدة من الدول الأوروبية المنحازة لدولة الاحتلال، يعني على نحو بعيد بشكل كبير. نسأل عن طبيعة مشاركة المناصرين النمساويين اليوم سيد منذر، وهل تعاظمت هذه المشاركة مع سيل الفيديوهات القادمة من قطاع غزة والآلام والمآسي التي يعيشها أهلنا وأحبتنا وأخوتنا في القطاع؟ الحقيقة التعاطف والتضامن الأممي والنمساوي في تنامي، وفي هناك مشاركة واسعة في هذه التظاهرة للأجانب والنمساويين. وإحنا يعني ما زلنا على العهد زي ما بقول دائما، واخوتنا معلش لانه في تحيات يعني الناس عم بتحيي فينا فعشان هيك مرحبا معلش اعذريني بحكي كده. الو نعم نسمعك جيدا سيد منذر. عفوا معلش تقطعت لانه كثير من المتظاهرين معارف واصدقاء فبيجوا يسلموهم مش عارفين انه في هنا انا ماشي بالمظاهره وعم بحكي معاكم. بعتذر لإلك وللمشاهدين. برجع بقول انه تضامن الشعوب الاوروبيه في تنامي، فضح سياسات الاحتلال من قبل المتظاهرين
أجاب نتائج إيجابية. المتظاهرين جلهم من الشباب، وهذا الأمر كثير إيجابي وممتاز لأسباب كثيرة وكبيرة، إنه الشباب معروف عنهم إنهم هم اللي بيستطيعوا إنهم يتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أفضل ويوصلوا رسائل محدودة ومميزة وينقلوا الصورة على ما يحدث في غزة لأهالينا في القطاع. هذا الأمر أدى إلى تطورات هائلة في الرأي العام الأوروبي والرأي العام النمساوي، لأنه إحنا بنعول على شبابنا، ومن خلال شاشتكم أنا بتقدم بالشكر الجزيل لكل شابة وفتاة وشاب عمل وبعمل من أجل مناصرة قضية فلسطين ودعم القضية الفلسطينية، إذا كانوا من الجالية الفلسطينية أو من الشعوب العربية والأصدقاء. طيب. هذا أمر يعني إحنا بالنسبة لنا مهم، ومهم جدا موضوع الشباب. لا بالتأكيد، بالتأكيد مهم سيد منذر، وأيضا يعني هنالك مسألة لا تقل أهمية عن ذلك، هي مسألة استثمار هذه الحالة من التعاطف ومن التضامن. كيف من الممكن استثمارها سيد منذر والبناء عليها، لا سيما وأن صناع القرار في يعني في عموم الدول الأوروبية وليس فقط في النمسا بالتأكيد يعني يأخذون المزاج الشعبي العام ومزاج الشارع بعين الاعتبار عند صنع القرار؟ كيف إذن سيد منذر برأيك وبتقديرك من الممكن استثمار هذه الحالة من التضامن ومن التعاطف أيضا؟ استثمار هذه الحالة طبعا ممكن، وممكن جدا، ومع وجود جالية فلسطينية قوية وفاعلة هذا أمر مهم. عندنا جالية مميزة فاعلة تعمل على مدار الساعة من أجل نصرة فلسطين وقضيتها. إحنا بنعمل على دائما على تشجيع أبنائنا وأبناء الجالية العربية بالانضمام للأحزاب النمساوية والأحزاب الأوروبية من أجل إنه نرسم خطط مستقبلية، يكون عندنا خطة على مدى بعيد أو بعيدة المدى من أجل إنه نذهب إلى تشكيل لوبي فاعل وضاغط في الدول الأوروبية وخصوصا في النمسا. وهذا الأمر مش مستحيل، هذا الأمر ممكن، لأنه عندنا كمان جالية عربية واسعة وإسلامية. هذا الأمر بشجع على إنه إحنا نقدر نستثمر ونقدر يكون لنا صوت. أختي العزيزة، أختي الكريمة، في أوروبا يوجد هناك 1,000,000 فلسطيني لاجئ أو مواطن أو يعني مولود من الجيل الثاني والثالث. نعم. هذا العدد الهائل من الفلسطينيين في جلهم هذولا عبارة عن جيش داعم لفلسطين، هذولا جيش بقاتل إلى ما لا نهاية، عنده طاقة رهيبة، جلهم من الشباب. هذا أمر إحنا بنعول عليه، وهذا أمر إحنا من يعني بندعم إنه يكون هناك تواصل كامل مع كل أبناء الجاليات العربية والإسلامية. فوجود هذا العدد الهائل من أبناء الجالية الفلسطينية هو ثاني أكبر جيش بعتبره أنا، أو أول أكبر جيش في العالم اللي بقاتل وبدافع بطرق حضارية وبطرق سلمية من أجل توصيل رسالة الشعب الفلسطيني وتوصيل مدى المعاناة اللي يعانيها هذا الشعب المكلوم. نعم سيد منذر، أنا بدي يعني نعم أنا اسمح لي أن أشكرك على هذا الوقت يعني اللي تفضلت فيه وشاركتنا فيه خلال تغطيتنا المستمرة في شبكة وطن الإعلامية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قبل أن أودعك أتمنى يعني أن تبقي هذا البث يعني لدقيقة على الأقل مع الأصوات ومن المسير طبعا في المظاهرة من خلفك. أشكرك شكرا جزيلا لك، وأتمنى يعني أن تبقينا في الأجواء لديك لدقيقة تقريبا.
شكرا لك. وانا بعتذر كمان للجمهور على عدم انتظام المقابله بسبب طبعا التظاهره بسبب اني موجود لا في داخل كن التظاهرة. كن متاكد سيد منذر بانه بفلسطين في الداخل الفلسطيني في فلسطين المحتله لا شيء يثلج قلوبنا مثل هذا المشهد ومثل هذه الحاله من التضامن العالمي مع قضيتنا الحقه والعادله. شكرا لك وشكرا لمشاهدينا الكرام وشكرا الى وفودكم كمان بجانب شعبنا العظيم لانه انتم كمان جنود في الميدان بتدافعوا عن حق الشعب الفلسطيني. نعم شكرا لكم وشكرا جزيلا ومن القلب سيد منذر. Und es gibt kein Wasser. Israels Politiker verkünden offen, dass sie niemanden verschonen werden, dass sie keine Zivilisten, keinen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern kennen. In den österreichischen Medien wird davon nicht berichtet. Sie stehen auf der Seite des am höchsten militarisierten. Deshalb dürfen wir nicht schweigen. Deshalb dürfen wir nicht wegsehen. Täglich werden unzählige Bomben auf Zivilisten, auf Kinder geworfen. Wer ein Herz hat und wer Menschlichkeit hat, schließt euch unserer Demonstration an. Schließt euch uns an! Don't be silent! Come and join us! Don't be silent! Come and join us! Don't be silent! Come and join us! نعم إذن متابعينا الكرام في الخلفية نتابع مباشرة الآن مظاهرة حاشدة من فيينا من العاصمة النمساوية فيينا يشارك فيها المتضامنون النمساويون يحملون لافتات ويحملون لافتات طبعا كتب عليها عدد من الشعارات منها الحرية لفلسطين والحرية لغزة ومنها أيضا يعني أصوات هتافات تناهت إلى مسامعنا عبر البث المباشر تطالب بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. نقلنا ويعني شارك في هذا النقل المباشر عبر شبكة وطن الإعلامية من العاصمة النمساوية فيينا السيد منذر مرعي أبو زيد أمين عام سر اتحاد النمساويين العرب في النمسا وعضو المجلس الوطني الفلسطيني. وبالتأكيد متابعين الكرام المظاهرات اليوم يعني خرجت في أكثر من مدينة أوروبية، لم تتوقف فقط على فيينا في النمسا، إنما خرجت في مدن ألمانية، خرجت في فرنسا كذلك الأمر، في إيطاليا أيضا خرجت مظاهرات. ولكن اللافت ربما والذي يستدعي التعليق اليوم هو خروج أكثر من مظاهرة في ألمانيا، في برلين، في كيل، وفي أيضا مدن أخرى ليس فقط في برلين وفي كيل، أيضا خرجت المظاهرات الداعمة لفلسطين والمناصرة لفلسطين ولغزة في أكثر من مدينة ألمانية. هذه مسألة لافتة، هذه مسألة فعلا يعني تستوجب التوقف عندها، والأهم تتطلب استثمار هذه الحالة من التضامن الشعبي العالمي والبناء على حالة التضامن الشعبي العالمي مع القضية الفلسطينية العادلة، القضية الإنسانية الفلسطينية العادلة والحق أيضا. بالتأكيد الآن
الجهات الرسمية الفلسطينية أمام مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا حتى باستثمار هذه الحالة من التضامن الشعبي والبناء عليها كذلك الأمر بالتأكيد المساهمة في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل منذ 99 يوما على التوالي.